لو الحكاية فيها إن فيتو اهي ما كنتش شلتها اهي صوره العيله بصي ودي استماره وكان وراها كله في الورق ده قطع كل ما يخص البنت حضرتك رشاد احمد حسن جده تاني كده رشاد احمد حسن جده الطفله اللي هي السيده قولي لي بقى يعني ايه اللي حصل وايه اللي بيحصل والام متجوزه بقى لها قد ايه وهل في مشاكل مستمره بينهم ولا لا حضرتك من يوم ما اتجوزت من 2019 من بعد ما اتجوزت بشهر وبنتي هنا كان سببها في ابوها وقال لها ان بنتي دي من ابوكي وانت على علاقه بخطيبك الاولاني وانت مش عارفه ايه وبخل وقله ادب وشتيمه وتهزيق وضرب مش قادره اقول لحضرتك ما فيش بعديها بشهرين خد منها بعد ما الكلام ده وهي حامل لسه ولدت وبرده كانت راحت هناك وجايبينها برده انت قلت الادب وشايفه لك شوفه ومش شايفه لك شوفه طب هي البنت فعلا اتسجلت لها ليها بطاقه ميلاد ولا لسه والله هات الورق تحت متقطع هو اللي مقطعه بايده امبارح وصوره البنت تحت اهو على العتبه تحت ما تشالش على عتبه تحت اهو يعني هي ايه عمرها سنه ونص ولسه سنه وشهرين وما تسجلتش مش عايز يسجلها وفي خلافات مستمره في خلافات ده مبهدلها احلى بهدله ضرب وتعذيب هي الام عندها كام سنه الام 19 سنه 19 سنه هل في محاضر سابقه بينكم وبين بعض او في محاضر سابقه محاضر ساعه ما هو ضربها وخد بنتها كانت عندها 7 شهور وخد منها تليفوني وخد منها الكيس بتاعي كانت رايحه بيهم عند الدكتور وركب الميكروباص وقف الميكروباص ونزل فيهم ضرب كانت هي ومرات اخوها وعملوا محضر رسمي وكان في تقرير طبي بس ما اهتمناش لان مرات اخوها كانت عايزه تتنسى ده اول محضر تاني محضر السب والقصف بقى اللي هو والضرب والاهانه وعامله تقرير طبي هي ووالدها يعني اتعرض لجوزي برده عضه في خده هنا وعضه في كتفه وام عضها هنا عضها في كتفه من ورا واخدين منه فلوس من الجيب ده واخدين منه التليفون من الجيب التاني ده هو ومامته كانوا تعدوا على بنت حضرتك وزوجك في بيتها هناك ولا هنا؟ لا في الشارع بنتي بقى ساعتها كانت بتستنجد بينا تقول لي هيموتني بيموتني كي؟ محدش يبقى وراها ايه؟ انا ايه مسؤولي خالد عدي يا عم خالد الطفله سيده على طول كان بيعمل معانا مشاكل برضو وكان امبارح جاي من الساعة 10 لغاية الساعة من الساعة 10 الصبح لغاية الساعة 10 بالليل خناقة وهو جه الساعة 10 عشان يحمي صوته وتعالى عشان اضربه قام بابا نازل له ما صدقهوش في اي حاجة ولا حتى عمل له اي حاجة قال له ما هو تعالى اضربه قال له انا عايز الطفلة قال له انا عايز بنتي جاب له بنته وهي كانت نايمة حتى خلينا الواد اللي بيشتغل معاه خلناه يخش يجيب البنت كان الساعة كام تقريبا اخدانه للبنت ده يعني اخدانه للسيدة كان العصر كده كان العصر في العصر خدها من تحت الخشب وقفت بردانة وكانت عندها رقص فبعدين انا وهو واخدها لقينا بعد شوية 5 دقايق كده لقينا التوك توك راجع تاني فلقيت اختي بتصور من الشباك لقيته يقطع في هدومها قال لها هو بيقطع في هدوم بنته بيقطع في هدومها وبيقول انا عايز احرق بنتي مش هتسجلوها باسمي وبعدين لما هو برضه مش هتسجلوها باسمي مش هتسجلوها هو بيقول كده بس هي اصلا ليها شهاده صح لا ما لسه لحد دلوقتي ما اتثبتتش والراجل بيقول لي انا وديها ميتة احرقها انتوا لو جبتوها لي تاني انا احرقها واوديها ميتة خليها عندكم عشان تبقى زيهم فبعدين قام مولع الحته وحطيتها عليها وقلعها هدومها خالص وهي عينها عماله تجري وراه وعايزاه وبتعيط عشان وهو برضك مش رحمها وناس برضك حشوها عنها وناس برضك خدوها
وواحد برضه اللي هو الاستاذ باهي دوت خدها وحطها في الجاكيت بتاعه، هو قام ضايق الاستاذ باهي وقام واخد سيده وحطها تاني برضه في حته المايه، وما عادش ساكت برضه، وكذا مره برضه كان عمال يشتم ويزعق ومش راضي. المره تغضب؟ لا. هي متجوزه بقى لها قد ايه؟ من 2019. متجوزه من كام؟ من 2019. من 2019. 2019 يعني بقى لها 3 سنين. وسيدة عندها كام سنة؟ عندها سنة وشهرين. سنة وشهرين، سنة ونص يعني. ولحد دلوقتي ما اتثبتتش. لحد دلوقتي ما اتثبتتش. هو رافض. امي سجلها السنة الجاية. مش راضي حتى اللي هو خلال الثلاث سنين يعني زالت كم مرة؟ كذا مرة. ما كانتش بتقعد راسي خالص في بيتها. يعني دي باين 7 مرة اللي هي ضغطت على طول كانت عشان لا يسألك ربنا. بروح 5 أيام أو 7 أو أسبوع بتيجي تاني برضو وبتغضب. يعني قعدت عندكم أكتر من هناك؟ أكتر قعدت عندنا أكتر من هناك. فما رمضان برضو قعدت في الشهر رمضان ده كله. وبعدين روحوها بقى مروحة عشان أنا أعمل عملية. وأنا مروحة جيت تاني برضو. وعايز برضه. هو اسمه ايه وشغال ايه؟ هو ميكانيكي السيارات بيصنع افران عيش. اسمه ايه بقى؟ اسمه رمضان حسني رمضان محمد المنشاب. تمام. من بنوب برضه؟ من نفس القريه. بص هو على السكه. هو يعني على بعد امتار من البيت. هنا هو برضه على طول بيهدي اختي. لما كان بيهدي اختي بيقول قولي كلام على ابوكي، وبرضك بيحط السكينه اللي في رقبتها اللي في جنبها او المفرق. وكذا مره برضك يضربها. هي الام اسمها ايه كامل برضه؟ اسمها امل حسين محمد فارس محمد طه. عندها كام سنه؟ عندها 19. مش شغاله صح؟ لا مش شغاله. كانت واخده دبلوم تجاره. كان جايبه درجات حلوه برضه، كانت هتخش الكليه، بس هو من سببه ما كملتش. هي مش عارفه تطلع بره. تمام. كل ما تطلع بره ماما تخاف عليها تقول لها لا ما تطلعيش بره خالص عشان ممكن يتعرض. فبعدين وهي ليها اخوات تانيين؟ ليها. ايه؟ بنتين بطه ورحاب متجوزين برضه بطه فوق، وليها اخ اشرف بس كلهم متجوزين. يعني هي لهم ولد وهم بنات. وانتي اختها. انتي صغيره بقى. تمام. شكرا.